يا صباح الفل والسعادة على كل مشاهدينا مشاهدي قناة الصحة والجمال في كل مكان. هكون معاكم أنا ريهام الصرفي كل يوم أربع الساعة 11:30 الصبح في الموسم الثالث من برنامج بيقولوا. خلوني في البداية أصبح على زمايلي اللي موجودين معايا في الاستوديو. صباح الفل عليك يا أحمد. صباح الفل يا ريهام، وصباح الفل على كل مشاهدي قناة الصحة والجمال. وفي البداية أحب أرحب بزميلتي شيماء محمود. صباح الخير يا أحمد، وصباح الخير يا ريهام. صباح الخير عليكم مشاهدينا، صباح الجمال على مشاهدين قناة الصحة والجمال في برنامج بيقولوا. بيقولوا إيه النهاردة؟ بيقولوا كلمات كتيرة جدا وجمل كتير بحجة اللي في قلبي على لساني. زي إيه مثلا؟ زي معلش أصلك تخينة قوي، أنت تخنتي جدا ورفيعة قوي، أنت خطيبتك دي مش حلوة خالص، أنت إيه اللي خلاك ترتبط بيها؟ هو أنت مرتبك كام؟ بيقضيك قد إيه؟ كلام كتير وجمل كتير بتتقال تحت إطار أنا صريح وكلامي من قلبي، أنا بقول اللي في قلبي. هو أنتوا زعلانين ليه؟ اللي في قلبي على لساني وصرحتي صراحة زيادة. للأسف يا شيماء، فعلا جملة أنا صريح بزيادة لما بتتقال المفروض نتوقع بعدها أن احنا هنسمع كلام جارح أو كأن حد هيرمي دبش في وشنا. الناس بتاخد جملة أصلي صريح بزيادة مبرر عشان تبتدي تجرح في اللي قدامها. خلوني احكي لكم واحكي لزملائي النهارده عن قصه بنوته كانت مشاركه مشكلتها على السوشيال ميديا. البنت بتقول صاحبه عمري اللي كنت بشوف نفسي بعينيها. انتوا متخيلين الجمله بتدل على ثقه رهيبه وعلى حب لصاحبتها. الجمله اللي بعدها بتقول وعشان كده كنت دايما بشوف نفسي وحشه ووحشه قوي كمان. ليه؟ بتقول كانت دايما بتقلل مني قدام الناس، كانت دايما بتتعمد تهني، لو لبست لبس جديد تقول لي ده وحش قوي مش لايق عليكي خالص، عملت تسريحه جديده تقول لي التسريحه بشعه رغم ان اللي قبلها برضو ما كانتش حلوه. يعني كانت دايما اسلوبها تهكمي بالنسبه لي قدام الناس، ما كانتش بتسيبني في مره أرجع غير وأنا مكتئبة أو محبطة، لدرجة إن أنا جالي إحباط واكتئبت وبقاش عندي نفس حتى أخرج من البيت بسببها. لكن في نفس الوقت كانت بتيجي وتقول لي ما بيني وما بينها معلش أصل أنا بحبك، أصل أنا صريحة بزيادة، اوعي تزعلي مني علشان أنا بوجهك، ده من حبي فيكي. طب يا ريهام، وكانت البنت أنت متأكدة إن هم صحاب؟ يعني هي صاحبتها بجد قريبة منها جدا وتحرجها قدام الناس بالشكل الكبير ده؟ قلت صاحبة عمري، يعني بصي مدى الثقة كمان، يعني هي دي المفروض بتقول لك بشوف نفسي بعينيها، ومع ذلك التانية مهمهاش إنها تجرح فيها وتقلل منها قدام الناس. في نفس الوقت يا وافي كانت بتتحرج انها ترد الاساءة باساءة، يعني شوف الفرق ما بين واحدة بتجرح في واحدة وواحدة من طيبة قلبها مش قادرة ترد حتى الوجع بوجع. هو فعلا استغلال الطيبة ان احنا نجرح في الناس باسم الصراحة، ونستغل مفهوم الصراحة الاستغلال الخاطئ بان احنا نقعد نقول كلام يأذي اللي قدامنا وما نراعيش مشاعره. في مقولة لسيدنا عمر بن الخطاب بتقول رحم الله امرئ أهدى إلي عيوبي، وطبعا كلنا عارفين ان زمان العرب كانوا بيعرفوا او بينتقوا الالفاظ انتقاء سليم، لانه كان بيحط كل كلمه في مكانها الصحيح، ما قالش قال لي عيوبي، قال لي لا اهدى الي عيوبي. انت عارف يا وافي جمله رائعه، يعني عاده الهديه دي بتبقى حاجه جميله ومغلفه، كونها ان هي تتقال على عيب ده معناه ان العيب ده، يعني لو انت هتوصل الرساله او عايز تقول معلومه او هتقول حتى حاجه مش حلوه في حق اللي قدامك، لكن الاسلوب بقى هتكلمه بيه ازاي، انت اكنك بتلف هديه، يعني انت بالزبط. بتقدم له عيوبه في هديه، جمله جميله انت جدا. انت بتقدمي له الهديه، هديه يا بتدي له قنبله، يعني انت يا بتدي له هديه يا بتدي له حاجه تحزنه وتألمه بدل الهديه. شوف جمال الكلمه اللي انت قلتها. احنا كلمه الهديه، لان انت لما بتهدي عجبتني هدية، يعني اهداء عيوبي، انت لما بتهدي هديه لحد بتدي له هديه اللي هو محتاجها، بتجيبي له هديه بتغلفيها بتديها له وانت وشك بشوش وبتقولي له مثلا كل سنه طيب في مناسبه. فاحنا لازم نعرف يعني ايه مفهوم الصراحه. بس خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا عن الصراحه. ورجعنا لكم بعد الفاصل ومكملين معاكم حلقتنا عن الصراحة. في مقولة لكاتب مصري اسمه عمر طاهر بتقول ما تثقش في أي حد بيبدأ كلامه بأنا عيبي إني صريح، لأن طبعا عمر الصراحة ما كانت عيب، لأن الصراحة طالما هي مغلفة بإطار من الحب والاحترام وعدم إيذاء مشاعر الآخرين
فهي بتتحول، هي كده صراحة. لكن لما بعد كده ان الثلاث حاجات دول الحب والاحترام وإزاء المشاعر مش موجودين في الكلام اللي انت بتقوله، الصراحة هنا بتتحول من صراحة تبقى وقاحة. أكيد، لأن الصراحة دايما معروفة أن أنا بصارح اللي قصادي بحقيقة مشاعري، لكن الموضوع لما بيبقى أن أنا أسلوبي بيكون فظ، لازم أن أنا أراعي ده وأنا بتكلم مع الناس اللي أنا بوجه لهم حتى رأيي. في ناس بتتطوع تقول رأيها من غير ما حد يطلبه منها، وفي ناس بتقول عيوب حقيقية، ولكن أسلوبها بيكون كفيل أن هو يقفل اللي قصادها ويخليهم مش عايزين يسمعوا منهم ومش متقبلينهم أصلا تاني في حياتهم. الوقاحة والصراحة ما بينهم خط رفيع جدا وشعرة بتفصل من ان انا انسان صريح بقول اللي في قلبي وعايز اعمل خير، وما بين ان انا وقح وبقول كلام يوجع. فعلا الفرق ما بين الاثنين مهم جدا، زكاة يكون شعرة زي ما انت بالظبط. انت عارفة بقى يا ريهام الفرق في ايه؟ طريقة كلامها او بالزبط. اسلوبها بيفرق، انا بنصحه ولا انا وقح وبتبجح عليه كمان وبقلل منه قدام الناس بطريقتي واسلوبي. اكيد، يمكن احنا كبنات الموضوع بيبقى الى حد ما البنت معروف انها كيوت شوية. هسأل احمد بقى، يعني انت كولد ففي ناس عادي بتبقى فظه شويه، قابلت ده في الحياه فعلا؟ اكيد طبعا، في ناس تقول لك انا عيبي اني صريح زي ما قلنا قبل كده، والصراحه اللي بعد كده بعد كلمه عيبي اني صريح بيبقى تجريح في اللي قدامه، وزي ما انت قلتي ان في شعره فعلا ما بين الصراحه والوقاحه. والمشكله ان انت لما تيجي تصرحي واحد تقولي له ان كلامك ده اذاني نفسيا يقول لك دي حريه شخصيه. اعمل لك ايه؟ المفروض ان انت حر ما لم تضر. أكيد. وحريتك مربوطه بحدود الاخرين. نرجع برضو نقول نقطه مهمه، ان اخلاق الانسان هي اللي بتحكم في تصرفاته. زي ما قلنا في شعره رفيعه جدا ما بين الصراحه والوقاحه، الوقاحه هي صراحه برضو، ولكن صراحه بان انا باذي اللي قصادي، بوجعه، بقول سلبياته، بتعمد ان انا اهينه واجرحه قدام الناس او ما بيني وما بينه. غالبا البني ادم الوقح بيقول كده قدام الناس علشان يتعالى شويه، غالبا قدام الناس لان هو عنده نقص ما بيعوضه بطريقه كلامه دي، وبيبقى جواه يعني حقد بيعبر بيه بالطريقه ان هو يهين حد قدامه. كمان في انواع للصراحه، يعني ما تبقاش انت مش فاهم يعني ايه صراحه، ما تبقاش انت مش فاهم اصلا يعني ايه صراحه، وبتتبجح على اللي قدامك وبتهينه. زي مثلا انت 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 شكلك وحش قوي النهارده، انت ايه اللي انت لابسه ده؟ يعني ايه عربيتك دي؟ او ايه مثلا المكياج اللي انت حطاه دوت؟ انا كده برمي دبش وخلاص، وده ما ملوش اي علاقه بالصراحه. انت عارفه يا ريهام، حتى انا في موقف حصل لي فعلا، هو موقف عادي جدا، الناس سواء كانت تعرف بعض او لا، في بنوتة عايزة تعدي، أنا واقفة في طريقها، تخيلي تقول لي إيه؟ أنت لو عايزة تعدي من حد هتقولي له إيه؟ أقولك عن إذنك لو سمحتي. أو قالت لي أوعي أوعي. إيه دي؟ فأنا ما فهمتش. أه لا أنا ما فهمتش، هي عايزة يعني هي عايزة تمشي في طريقها، ولكن الأسلوب، ونرجع نقول طبعًا. الأسلوب حاجة مهمة خلي جدا. خلي بالك كمان إن في حاجة، إن أنت نوع من أنواع الصراحة لما تيجي تقولي اللي قدامك أنا اتأذيت من كلامك ويقول لك لا دي حرية شخصية، هنا الصراحة تحولت من وقاحة بقت بجاحة، لأن هو شايف إنه أنا لا أنا حر، أنا أقول اللي أنا عايزه في الوقت اللي أنا عايزه لأي حد مهما كان. فالبجاحة دي برضو نوع من أنواع الإيذاء النفسي، دخلت في تعدي الأكتر من البجاحة. آه طبعا. طيب لو حد مثلا طالب رأينا، واحد طالب رأيك، أو ده مثلا نوع تاني من الصراحة، المفروض تكون في إطار الضوابط والكلام اللي انتوا اتكلمتوا عليه، إن أنا ما جرحش حد، إن أنا أتكلم بأسلوب مهذب، بلاش ألمح أي تلميح أو حاجة ممكن تأذيه نفسيا. كمان مهم جدا أعرف أنا بوجه صراحتي دي لمين، هل أنا بوجهها مثلا لواحدة زميلتي، هل أنا بوجهها لواحد قريبي، ابن خالتي، ابن عمي متربي معايا، ولا بوجهها لحد أكبر مني. لو أنا بوجهها لحد في نفس مستواي العمري أو الاجتماعي أو السني، يعني أو زي ما ذكرت العمري اللي هو السني، ففي مساحة عشم ما بيني وبين، وتسمح لي أقول له مثلا أنا مش عاجبني التصرف اللي أنت عملته ده. العشم اللي قاتل علاقات كتير، مودينا في داهية العشم. من العشم ما قتل، ما قتل فعلا. الناس بتقولك أصلا أنا بيني وبينه عشم، فأخش بقى إيه أقول كل اللي في نفسي حتى لو مش هراعي مشاعره. طبعا ده ما ينفعش يا جماعة. لو أنا هتكلم مع حد من قرايبي أو في نفس مستوايا هتكلم ببساطة وهو ممكن يتقبل الموضوع، لكن ما ينفعش إن أنا آجي أتكلم مع والدي
او والدتي او عمي او رئيسي في الشغل، حد اكبر مني سنا او مقاما، واجي اقول له انا مش عاجبني التصرف اللي انت عملته او ايه اللي انت لابسه ده مش لايق عليك خالص. لكن ممكن اقول له باسلوب مهذب، انا يعني عجباني وجهه نظر حضرتك بس انا ليا وجهه نظر ثانيه حضرتك ممكن تسمعها مني، وادي له رايي بطريقه مهذبه، طريقه يتقبلها، طريقه حتى لو هو اكبر مني وعايز اوجهه لتصرف يكون التصرف الكلمه مقبوله وممكن فعلا تساعده في ان هو يعدل سلوكه. ثالث نوع بقى هقول لك قبل ما تقولي ده علم، علم الصراحه يعني قصه قريتها بمناسبه الكلام اللي انت بتقوليه دوت. كان مره الحسن والحسين داخلين المسجد عشان يصلوا، فداخلين مكان الوضوء فلقوا راجل كبير في السن مش بيتوضى بشكل صحيح، فاتفقوا مع بعض ان هم هيعلموا الراجل ده ازاي يتوضى بس بطريقه غير مباشره. فراحوا للراجل وكلموه قالوا له بعد اذنك احنا الاثنين مختلفين، مين فينا بيتوضى احسن من التاني، وعايزين حضرتك او عايزينك تحكم ما بيننا وتشوف مين فينا احسن. المهم ابتدى الحسين يتوضى وخلص، وبعد كده الحسن اتوضى وخلص. بص لهم الراجل وقال لهم انتوا الاثنين بتتوضوا بطريقه صحيحه، انا اللي كنت بتوضى غلط. فهنا هنا وجهوا له نصيحه وعلموه يتوضى ازاي بدون ما يقولوا له الكلام بشكل مباشر. هو ممكن يرجع تاني بجد، يعني احنا ممكن نرجع تاني ان احنا قد ايه نراعي شعور الناس اللي قدامنا. طبعا معروف ممكن ان المعروف ان لو الكلمه الطيبه صدقه زي ما بيقولوا، الكلمه الطيبه صدقه زي ما قلتي. لو احنا عرفنا ان الكلمه بنتحاسب عليها وان احنا هنتحاسب على اذيه النفوس زي اذيه الابدان بالظبط، كل واحد هيحسب كلمه قبل ما يطلعها، هيشوف انا قبل ما اقول الكلمه دي هتجرح اللي قدامي، هتقلل منه. الكلمه لو خرجت عامله زي السهم ما ينفعش ترجع تاني. انت كمان يا ريهام، يعني ريهام قاعده بتقول لنا انواع، يعني هو في دراسه وعلم طبعاً. يعني احنا طبعاً. عمالين نستوعب طبعاً. ان في حاجات كتيره ما نعرفهاش. انت رجعتيني لنقطه انواع الصراحه، ان النوع الثالث اللي انا بتكلم عليه وده بيخوفني انا شخصيا، الانسان اللي هو ما يكونش صريح القول والفعل، اللي تلاقي فعله غير قوله، زي القصه اللي احنا ذكرناها كتير. يعني هي بتقول لها انا بحبك وفي نفس الوقت هي بتوجه لها أذى نفسي وجرح وإهانة قدام الناس وبتحبطها نفسيا. كان من باب أولى تقول لها تقبلي، مش تقبلي بقى حبي ونصيحتي، تقبلي عقدي ونقصي اللي أنا بطلعها عليكي بأسلوب ما يصحش أصلا إن أنا أتكلم مدركة ليه. مش مدركة إن هي عندها مشكلة. في ناس كثيرة بتبقى مش فاهمة إن هم عندهم مشكلة، زي القصة اللي ريهام قالتها في البداية. البنت دي ممكن تبقى معقدة تماما من فكرة الأصحاب وإن هي ما يبقاش عندها طول عمرها صديقة، خلاص هي اتعقدت. في ناس بتموت من الزعل، في ناس بتكتئب وبتنتحر، وهي دي النقطة اللي احنا بنتكلم فيها. حريتك ما ينفعش تبقى في المطلق، قول رأيك وكل حاجة لكن راعي مشاعر اللي قدامك، أنت حر ما لم تضر. وفي قاعدة مهمة جدا لازم تعرفها، إن حريتك بتنتهي عند حدود الآخر. أنا عندي حد معين، لو أنت صراحتك هتخترقه يبقى أنت خلاص مش صريح، دخلت في مرحلة تانية خالص غير مرحلة إنك صريح معايا، لأن مهما كنت حرة لازم أحترم الناس اللي أنا بتعامل معاهم وإن أنا أقول لهم كلام من القلب للقلب زي ما بيقول، من القلب للقلب، ويبقى كلامي صريح في القول والفعل. أكيد. لأن الشخص اللي مش كده بيكون شخص متلاعب، وده لازم نخلي بالنا منه كويس جدا. وخلي بالك كمان إن بعد الصراحة لو اتعمل أذى نفسي تمام، كلمة آسف اللي بعد كده ما بتعملش وما بتغيرش أي إيه بعد حاجة. إيه؟ كان في اب عمل تجربه لابنه علشان يعلمه ان كلمه اسف اللي بيقولها بعد اي كلمه. الحكايه دي يا وفي مهمه جدا، فخلينا بس نكملها بعد الفاصل. ورجعنا بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في برنامج بيقولوا. كنا قبل الفاصل بنتكلم عن مفهوم الحريه في الجزئية الخاصة بالصراحة، وعرفنا ان انت حر ما لم تضر، لو كلامك هيعمل ضرر لحد غيرك خلاص وقف الكلام وشوف اسلوبك ورعيه. وكمان قبل الفاصل كان معانا احمد بيحكي لنا قصة خاصة في الموضوع ده. كان في اب عنده مشكلة مع ابنه انه دايما بيقول كلام مش لطيف للناس اللي حواليه، وبعد كده بيرجع يتأسف، فحب يعمل له تجربة بسيطة، فراح جايب لوح خشب واداله شوية مسامير وشاكوش، قال له كل ما تقول كلمة وحشة وتتأسف عليها امسك مسمار ودقه في الخشب. وبعد كده بعد فترة قال له أنا كده استفدت إيه؟ قال له ارجع شيل المسامير اللي انت حطيتها في الخشب. بعد ما شال الخشب قال له برضو أنا مش فاهم حاجة ومش عارف أنا استفدت إيه؟ قال له كل حفرة اتعملت في الخشب دي نتيجة الكلمة اللي انت عملتها
وكلمة آسف اللي هي ما بتمسحش الكلام السيء اللي انت قلته وأذيت بيه مشاعر الشخص اللي قدامك. أكيد، لأن الكلام، شوف ده أكتر حاجة تدلنا إن الكلمة اللي بتتقال ما بترجعش سهم زي ما ريهام قالت، وبتسيب مكانها علامة وبتوجع صاحبها جدا. يعني علشان كده عايزين نركز في كلامنا حتى لو إحنا بنقول رأينا لحد. وده يخلينا نشوف الأول، إحنا عايزين نعرف إحنا بنقول رأينا للناس ليه؟ إيه هدفي من إن أنا بقول للناس الصراحة؟ هل هدفي ان انا عايز ادله على الطريق الصح، ولا هدفي ان انا اوقفه عن اذيه معينه او ضرر محتمل ممكن يتعرض له؟ هدفي من ان انا بقول الصراحه للناس ايه؟ ان انا اعاتبهم مثلا، ولا ان انا اصالح اللي قدامي وان انا اتكلم معاه، ولا انا متطفل اصلا بقول رايي وخلاص؟ ولا هدفي من الصراحه ان انا اداري نقص عندي بان انا اقلل من شان اللي قدامي وابين ان انا دايما بنتقد وهم عندهم مشكله؟ والهدف من الصراحه نقطه مهمه جدا. نقطة مهمة، وكمان لازم يكون لها بناء على كلامك ده ضوابط. الصراحة ليها ضوابط، يعني أول ضوابط الصراحة هي الحب، الاحترام، عدم التلميحات اللي ممكن تهين حد، النظرات. يا جماعة في نظرة بتبقى من جمرة، أنت ممكن تبص لواحد نظرة أنت كده يعني ضيعته بنظرة واحدة. نبرة الصوت كمان وأنا بتكلم بتفرق جدا، أنت صوتنا ده بيعبر عن غضبنا، بيعبر عن سخريتنا، بيعبر عن تهكمنا. يعني الصوت نبرته بتفرق جدا جدا في التعبير عن الكلام أو النصيحة اللي احنا بنوجهها. كمان ما ينفعش أدي رأيي في حاجة خارجة عن إرادة الإنسان، يعني مثلا أقول فلانة ما اتجوزتش، علانه ما خلفتش، هو انت مالك؟ هو حد طلب رايك؟ لا، يعني في ناس بتتطفل فعلا، يعني في ناس غير بتتطفل قوي. دي حاجات مش بايد الانسان. او انت طويله قوي هنجيب لك عريس منين؟ او انت قصيره قوي كلام بيجرح. ما هو احمد قال لك ايه؟ بيعمل ثقوب في الخشب. يعني خلاص الكلام قد ايه بيوجع. وفي ناس تقول لك ايه، انا بشاور على البني ادم الغلط او بشاور على العيب واقول العيب انا هو. بمناسبه كلامك ده، يعني انا بيستوقفني واحد يقول لك انا بقول للعور انت عور في عينه. طب انت لما بتقول للعور انت عور في عينه، انت كده استفدت ايه؟ رجعت له بصره؟ طب انت كده كسبت البني ادم ده ولا خسرته؟ انت استفدت ايه في الاخر من كلامك ده؟ هل انت صلحت عيونه؟ ولا حاجه. بالظبط، انت بالعكس اهنته، بس ما عملتش حاجه غير انك اهنته وجرحت مشاعره بعيب هو فيه وخارج عن ارادته، واذيته اذى نفسي كبير. ممكن في الاذى النفسي ده يسبب له انتحار من كتر الضغط عليه لما تيجي تمسك العيب اللي عنده وتتكلم عنه. واكتئاب مزمن وامراض كتيره كمان جداً تحت ضغط، يعني بتحصل تحت نتيجه الضغط. في ناس بتضغط جامد قوي وبتعيا طبعا، وفي ناس ما بيبقاش في بالها ان ده بيتاذي وما بيحسش انه بيتاذي، لكن نفسيا هو على المدى الطويل بيأثر عليه، بيفقده ثقته في نفسه، بيؤدي لاكتئابه. زي البنت اللي ما كانتش عايزه تخرج من البيت، دي من اساسه بسبب انها فقدت ثقتها في نفسها. الصراحة طول ما ليها ضوابط احنا مش هنضطر نعتذر قبلها. مش هضطر اقول لك معلش اصل انا صريح، لان انا هبقى عارف ان انا بقول اللي قدامي ده نصيحة بحسن نية، بنقد بناء. زي ما قلنا نحدد الهدف من الصراحة. طب اقول لكم على سر يخلي كل حد فينا يعرف هو صريح ولا الموضوع انتقل من الصراحه للوقاحه. انا عايزه يمكن لا يعني. في سر اقول لكم سر مهم قوي. هو يعني ثلاث اسئله او كذا سؤال كل واحد يساله لنفسه، هل انا صريح مع نفسي ولا لا؟ ده اول سؤال. ثاني سؤال، صراحتي، هل انا صريح مع مديري في الشغل؟ مديري في الشغل، ركزوا، يعني الحد اللي انا ما اقدرش اقول له بم، هل ان انا صريح معاه لو في غلطه مثلا او في حاجه انا بقومها، هل هقول له ده ولا لا؟ في ناس بتجمعها مع ناس مصالح مشتركه، هل انا صريح مع ناس بتجمعني معاهم مصالح؟ لو قلت صراحتي الى حد ما ممكن يمسني نسبه ضرر ولا لا؟ اسئله اجابتها هي اللي هتقولك انت صريح ولا الموضوع دخل في سكة الوقاحة. لو إجابتك أيوة أنا صريح مع نفسي وبقول نفسي كل حاجة وعارف عيوبي ومميزاتي، يبقى ألف مبروك. لو أنت حد بتتكلم مع حد، يعني الواحد يصمت فلتقل خيرا أو لا تصمت.
خليني قبل ما ننهي الحلقة أتكلم في نقطة اللي هي بنقول إحنا دلوقتي اتكلمنا عن الشخص اللي بيصارح، خلينا نيجي للشخص بقى المتلقي المصارحة سواء هو طالبها أو مش طالبها. أول حاجة لو أنت الشخص ده اللي بتتلقى المصارحة كن واثق في قراراتك، خليك واثق في نفسك، اوعى كلام اللي قدامك يهزك أو يقلل منك أو يحبطك، واعرف دايماً إن وجهة نظرك للعالم غير وجهة نظره، تربيته غير تربيتك، معتقداته غير معتقداتك، تعليمه غير تعليمك، فكل واحد مننا بيبص على الدنيا من شباكه هو، وشباكه غير شباكك غير شباكي. الصمت أحمد بيقول أحياناً يعني هو الدليل، يعني ممكن ما تكلمش خالص وفي سكوتي شجاعة في حد ذاته. بس خلي بالك الصمت فيه منه أربع أنواع، في ناس بتسكت عشان مش عايزة تجرح اللي قدامها، وفي ناس بتسكت ناس جميلة قوي الناس، بس دي ناس قليلة، وفي ناس بتسكت لأن لو اتكلمت هتتوجع أكتر من الأول، وفي ناس بتسكت عشان مش عايزة تخسر اللي قدامها، وفي ناس بتسكت لأن هي ممكن يعني الغضب بتاعها يخليها تفقد أعصابها وتتصرف بأسلوب أو بطريقة غير لائقة أو غير مناسبة. ما احنا زي ما قلنا أنا بحدد هدفي من الصراحة، وكمان بسأل نفسي الأسئلة، لو أنا يعني مش صريح مع نفسي ولا مع مديري ولا مع ناس ممكن صراحتي معهم تضرني، يبقى أنا عندي مشكلة والموضوع دخل في وقاحة. والأصعب من كده أن في ناس بتبجح، يعني أنا بقول صراحتي بأسلوب سيء فببقى وقح، ولما حد يصارحني بقول ايوه انا حر وببجح، ودي مشكله. يعني طيب في ناس كتير كده دلوقتي اللي بيتلقى الاهانه دي او الاسلوب اللي غير لائق، المفروض برضو ان هو مش عيب ابدا ولا غلط منه ان هو يوقف اللي قدامه عند حده. لو لقيت الكلام اللي بيهينك خارج من بق اللي قدامك انت ممكن تقول له كفايه لو سمحت، انا مش قادر اتقبل رايك، مش قادر اتقبل كلامك، انت مش ملزم ان انت تسمع كلام بيحبطك وتفضل تستنى عليه لمجرد انك مش عايز ترد الاساءه بالاساءه. ممكن ما تردش الاساءه بالاساءه، لكن ممكن توقف الاساءه انها توصل لحد عندك، ده حقك، وانت مش بساط لخطى عقد الاخرين. ونفتكر قول الله سبحانه وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، صدق الله العظيم، قل سلاما واعرض عن السفهاء. للأسف خلصت حلقتنا، نشوفكم الأربع الجاي قبل نص ساعة من دلوقتي، دمتم بخير وصحة وجمال.